الأمل، التحدي، يعني الاستمرار. خلونا نعطي نفسنا فسحة من التحدي والأمل. أعظم التحولات تأتينا من أصغر التغييرات اللي من الممكن إنها تغير عالمنا. منال القاضي مصممة الديكور كبرت معاها الهواية من سنوات طويلة لإيمانها بأن التغيير والتجديد ينعكس إيجابياً على الحياة النفسية. أنا أحب التصميم الداخلي، أحب الديكور، أي شيء يتعلق بالفن والديكور أحبه. ابتديت يعني من أول ما تزوجت ابتديت اهتمامي، يعني مثلاً أني أزين شقتي، أعدلها، أرتبها. ذيك الأيام ما كان في يعني مثلاً الإنستغرام، ما كان في مثلاً ذيك المديرات المتطورة، فكنت على قدي، يعني أقعد أشتغل في الشقة وأزين وأسوي أشياء. يعني ابتدى حبي للأعمال اليدوية من وقت طويل يعني. بس بعدين مع مرور الأيام، مع ظهور الإنستغرام، تطور هذا الشيء واتجهت إلى فن جديد اللي هو فن الديكوباج. اللي يميز شغلي في الديكور ان انا معتمده اسلوب الفينتج او اسلوب اللي هو الديكور القديم المعتق، حطيت عليه لمستي الخاصه اللي هي التعتيق، وبعدين طبقت هذا الشيء على كل قطعه انا اسويها. يعني اي قطعه انا اسويها لازم ادخل فيها التعتيق، اسويها على الديزاين القديم، الديزاين اللي يسمونه الشابي شيك، اللي هو له طابع قديم، يعني بعيداً عن المودرن. أحب الأشياء القديمة أنا عموماً، يعني اختياراتي كلها ديكورات تعتمد على الطابع القديم، الفينتج، المعتق. شجعت منال كل متابعينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على التغيير والتجديد في منزلهم عبر استخدام المواد البسيطة، وكانت رسالتها أن تجديد المنزل ينعكس إيجابياً عليهم، خصوصاً في فترة الكورونا اللي تتطلب المكوث في المنزل. بالنسبة حق فترة الحجر المنزلي، طبعاً كلنا مرينا بهاي الفترة، وهاي الفترة طبعاً غيرت روتين حياتنا كلنا. يعني بدل ما كنا نطلع قبل ونروح ونيي ونتزاور، الحين صرنا نلتزم البيت أكثر. فقعدة البيت هذه خلتني يعني أفكر أكثر وأكثر إن أنا أستغل هوايتي. يعني صار عندي متسع من الوقت علشان أنا أستغل هوايتي اللي هي الريسايكلينج أو إعادة التدوير أو مثلاً تطبيق فن الديكوباج. وهذا الشيء خلاني ان انا يعني استفيد من هذا الشيء او من هذه الموهبه في اني اسوي فيديوهات تعليميه عن طريق السناب. فصرت تقريبا انزل فيديوهات تعليميه بشكل يومي لمتابعاتي. الحمد لله عندي متابعات كثير ويتابعوني ويتعلمون من الأشياء اللي أنا أقدمها. يعني صار إن يعني يأخذون أفكار مني، صار إنهم يتعلمون بعض الأشياء أو بعض الأعمال اللي أنا أسويها وصاروا يطبقونها. يعني حتى إن مثلاً يطرشون لي تطبيقاتهم، نسوينا كذي، سوينا كذي. وطبعاً الحمد لله يعني في وايد تعليقات إيجابية، يعني وايد استفادوا من هاي الشيء. وهاي الشيء بالعكس وايد حلو ان انا استغليت فترة قعدتي في البيت في فترة الحجر المنزلي، ويعني فاديت الناس وايد الحمد لله، وايد ناس استفادت من هاي الشيء.
فترة الكورونا كان لها أثر واضح على حياة منال العائلية اللي كرست معظم وقتها مع أبنائها وتقاسمت معاهم جميع الاهتمامات، وكان لأبنائها دور كبير في تطوير هوايتها. من خلال قعدتنا في البيت العلاقة بيننا وبين عيالنا ويعني صارت أقوى، يعني أكيد الكل لاحظ هذا الشيء، وأنا بالنسبة لي فعلاً هاي الشيء تغير، لأنه يعني في الفترة العادية أو في الأوقات العادية كانوا طبعاً كل واحد عنده شغل، لا هي اللي برا اللي مثلاً عنده ما أدري شغل، اللي عنده مثلاً دراسة، بس في هذه الفترة كلنا قاعدين في البيت، فهذا الشيء يعني خلانا كلنا نجتمع يعني في أغلب الأوقات مع بعض، يعني ناكل مع بعض، نقعد مع بعض، الحوار زاد بيننا. طبعاً في فترة الحجر أصعب شيء كان إن بداية جديدة، طبعاً حياة جديدة صارت، ما في طلعات، ما عندنا طلعات، زوارات يعني قليلة صارت، ما نتزاور، فالقعدة صارت كلها في البيت، فكلنا نكون ويا بعض. هاي أحلى شيء صار في الكورونا، إن الجامعة صارت كلها العائلة كلها واحدة، كلنا متجمعين في مكان واحد دائماً. دائماً كانت في البيت تصنع أشياء، أشوفها تصبغ، تغير في البيت، كل يوم في البيت إلا ساعات مثلاً أرقد، أقوم اليوم الثاني إلا أشوف شغلة جديدة في البيت، شغلة جديدة في الصالة. دائماً تسألنا شو رأيكم مثلاً في هاي زاوية البيت إن نغير، يا مثلاً نصبغ أو نغير قطعة قطعتين، نزيد نشيل. أقول لها زين إذا بنسوي شلون بنسوي مثلاً، من وين بنروح، وحين كل مكان كان يوم ساكين كل الأماكن والمحلات، قالت أنا بسوي هاي الشغلة مثلاً، فلوحة كانت تسويها بروحها، تعلقها، شغلات ثانية أشياء للزينة كانت هي بروحها تسوي، وشي حلو كان يعني، وكان أحلى من المحلات الثانية أيضاً اللي نشتريها من برا على البيت، كانت والله تسوي شغلها وايد يعطي شكل حق البيت، وكفاية أن لمساتها وهي مستانسة من هاي الشيء، فهاي الشيء الإيجابي اللي يعني يعطينا من خلال القعدة في البيت وياها، ومن خلال أن الإيجابية أشوفها هي إيش كثر مستانسة من هي اللي قاعدة تسوي والشغلات اللي قاعدة تسويها أيضاً. كل يوم أنا قاعدة أسوي قطع تقريباً بشكل شبه يومي، فهذا الشيء خلى أن الأشياء مثلاً تتراكم عندي، فأنا فكرت أن أنا أفتح حساب للبيع، أن أنا أعرض القطع اللي أنا أسويها بيدي أعرضها للبيع، والحمد لله في إقبال، فصاير البيع الحين في خاصة في هذه الفترة عن طريق الأونلاين، اللي تبي تطلب طبعاً تتواصل معي وفي توصيل، فهاي الشيء وايد نافعني الحمد لله، يعني في مردود مادي الى جانب طبعا الفائده المعنويه او الراحه النفسيه اللي انا يعني اكتسبها من هذا الشيء. طموحي ان انا يعني اتوسع اكثر واكثر، يعني انا كان عندي محل قبل وكان ما شاء الله ناجح، بس لظروف معينه سكرت المحل، الحين عندي محل اونلاين، فطموحي ان انا مثلا محلي هذه اللي في الاونلاين يكبر اكثر واكثر. في هذه الفتره استطاعت منال إنها تصنع العديد من التحف والديكورات لمنزلها، وإنها تقدم فن جميل قريب من الذوق العام، واستطاعت إنها تقول للجميع بأن الدرب ليس سهلاً، ولكن الوصول إلى الغاية جميل.